الاول مثلا هندي فريق صد المغربي على الفوز ديالو، وهذه كره القدم مقابله الكاس دائما فيها المفاجاه، كما فاجانا فريق الجمالكي فاجانا صد المغربي، وكانت انا كنت حطيت اللاعبين باش نواجه واحد الفريق اللي قوي، لان مقابله لاكوب تتلعب تتلعب تتلعبش، لان كما شفتوا يعني جزئيه صغيره هي اللي هي خلات الفريق صد المغربي ينتصر علينا. تنهني فريق صد المغربي، هذا الفريق تاع زمان الخميسات كاين هناك عمل مازال تابعناه ومازال خدمه، لان يعني البطوله تعرفوا بطوله شاقه، بطوله طويله، ربما الكاس كنا نتمنى وتنطمحوا باش نمشيو لابعد نقطه، ولكن الاقصاء ديالنا اليوم خلونا نفكروا في البطوله المقابله الجايه اللي غادي نواجهوا فيها وداد تمانه. تنتمنى ان شاء الله التوفيق للصيد المغربي في المسيره ديالو في الكاس العرش.